أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة التغيير، أحييكم أنا أطل عليكم من جديد وبرنامج من بغداد الذي يأتيكم على مدى ساعتين. الساعة الأولى التي سنذهب بها للمناشدات التي تصلنا من أهلنا ومن شعبنا ومن جمهورنا. سأبدأ هذه المناشدات، أولا سأذهب إلى أوكرانيا مع السيد السفير العراقي في أوكرانيا الأستاذ بكر الجاف، ثم أيضا سألتقي بالسيد أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، وأذهب أيضا مع الناشط المدني علي عزيز وأقرأ بعض من هذه المشاكل والشكاوى، وإذا هنالك وقت ستكون مخصصة للاتصالات، لأن إحنا دي يصير أنا يعني القناة وأني دي يصير أكو ضغط للمناشدات التي تحصل بالنسبة للعراقيين العالقين خارج العراق. وتدري هذا لو طالب وماكو تحويل فلوس، لو رايح مريض وخلصت فلوسه، لو راح ساح وصارت هذه. وأيضا أنا كنت أتمنى من البارحة وأول البارحة واليوم على المناشدات التي وصلتني من سامسونج ومن المدن المحافظات التركية اللي بالجانب الأوروبي في تركيا، فكنت أتمنى أن ينضموا إلينا القنصل أو السفير العراقي في تركيا، ولكن هذه التساؤلات أنا اليوم سأنقلها مع السيد أحمد الصحاف. أبدأ شباب، سيد سعادة السفير جاهز؟ يعني خلوني إذا أقرأ جزء من المشاكل اللي وصلتني. أنا بصراحة عندي كثير من المشاكل، لكن أيضا توقفت عند رسالة إلى وحدة من الأخوات من أهالي الديوانية اللي هي نرجس مهدي كاظم. هذه زوجها شهيد أعتقد بالحشد، استشهد بعمليات التحرير في قاطع عمليات الفلوجة ب 31/12/2019، والحد الآن ما مستلمة راتب، ولذلك يعني هذه يعني صار سنة مو 31/12، يعني صار 4 أشهر لحد الآن ما مستلمة، وتقول أنا راح أرسل لك شهادة وفاة زوجي ومستمسكات أطفالي، وتطلب من الجهات المختصة النظر في قضية زوجها الشهيد ماهر جبر عباس. يعني إخوان هلا هلا بعوائل الشهداء، هلا هلا بعوائل الشهداء. أنا دائما حتى لما التقيت بالسيد أحمد السعدي يمكن قبل أكثر من أقل من سنة، قلت له المفروض عوائل الشهداء يقعدون ببيوتهم وهناك لجان تروح عليهم تكمل لهم معاملاتهم. ما يصير نخلي زوجات الأبطال اللي خلونا نسولف واللي خلوكم مسؤولين تفتر بالدوائر على مود تكمل أوراقها. روح استنسخي، روح جيبي صحة الصدور، جيبي وفاة، جيبي تأييد، جيبي كذا، على مود شنو؟ على مود تعطيها راتب؟ لا، أنا وأنت ندنق جو رجلين الزوجات والأمهات اللي انطونا ذول الأبطال، وبالذات الأبطال اللي بالحشد الشعبي، ونقولهم هذه معاملاتكم وهم إحنا الممنونين. زين هاي 4 أطفال والزلمة راح. يعني أيضا قضية المتقاعدين، بين ما الشباب يجهزون السيد السفير بالوسط والجنوب طلاب الكليات الأهلية، يقول إحنا داومنا 10 أيام فعلية ودفعنا القسط الأول والقسط الثاني من مبلغ 4.5 ملايين وما أخذنا محاضرات. هذه يبدو أنتم وإحنا ما محظوظين مع وزارة التعليم العالي حتى يردون علينا. وأنا بعثت إلى معالي الوزير السيد قصي السهيل أن نتشرف بحضوره والسادة الوكلاء والسادة المسؤولين، المكتب الإعلامي يردون علينا حتى يشوفون شنو قضية الكليات الأهلية. أنتقل إلى أوكرانيا وعبر الهاتف مع سعادة السفير العراقي في أوكرانيا الأستاذ بكر جاف. سلام عليكم سعادة السفير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومشاهدي قناتكم الكريم. أنا أشكرك سعادة السفير، شكاوي كثيرة وردتنا ورسائل و يعني مناشدات من الطلبة العراقيين ومن شعبنا اللي موجود هناك من الجالية العراقية، يقولون أنه هنالك صعوبة بالعودة إلى العراق، ولم نصل لحد الآن أنه ما هي الأسباب
ولماذا السفارة لم تلجأ كما حصل في بقية الدول الأخرى من الإسراع في عودتنا؟ وين المشكلة سعادة السفير؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناتكم الكريم وجنابك الكريم، وتحياتي لمشاهدي قناة التغيير. وبقرب رمضان مبارك، رمضان كريم، الله يبعد المصاعب ومشاكل عن بلدنا وأهلنا العراق وجاليتنا في أوكرانيا وكل بلدان العالم. نعم. حقيقة هذا الكورونا والفيروس وحد العالم في الآلام والقلق. الآن هناك ظروف استثنائية، ونتمنى هذه الظروف كلنا بحلم وبتسامح وبتعاون وعمل مركز نواجه هذه المشكلة، ونحن بالتوجيه معالي وزير دكتور محمد علي الحكيم. نعم. وخلية الأزمة وعلى رأسهم فخامة الرئيس دكتور برهم الصالح. نعم. حقيقة أتى إلينا توجيهات مرتبة باهتمام بالجالية قبل الكورونا وفي كورونا وبعد الكورونا إن شاء الله. نعم. لكن الآن المحاولات وخطوات السفارة لحد هذه الدقيقة مستمرة مع جهات أوكرانية، كما تعلمون جنابك الكريم ومشاهدين الكرام في أوكرانيا. نعم. إصابات بالكورونا لحد هذه اللحظة وصل إلى 6600 المصاب، لكن الحكومة لديه خطوات مثل باقي الحكومات العالم. 6600 أوكراني سعادة السفير؟ نعم. الإصابات هذه الرقم اللي انطيته في أوكرانيا لو عراقيين؟ في أوكرانيا. لكن نشكر الله سبحانه وتعالى لهذه اللحظة ولا مصاب عراقي أعلنت، ولا ليس لدينا أي مصاب عراقي. نحن الحمد عن طريق لله. السفارة والقنصلية متواصلين مع جاليتنا الكريمة وأبناء شعبنا الكريم من الطلبة والمقيمين وغير المقيمين والزوار، لكن محاولاتنا مستمرة مع جهات الرسمية الأوكرانية مثل وزارة الخارجية، رئيس لجنة الصداقة في برلمان الأوكراني العراقي في برلمان، لجنة العلاقات الخارجية، هيئات الحدود وهيئات الطيران وباقي القنوات الرسمية. لكن في أوكرانيا لديهم قرارات صارمة نوعا ما صعبة، ولعدم السماح لهذه اللحظة للطيران، ونحن مستمرين ووعدونا بالخير، ونحن لا نتلكأ ولا يعني نقف في هذا المجال، لأن يعني هذا من صميم واجباتنا. سعادة السفير، هل أنه الجانب الأوكراني لا يستقبل أي طائرة لو فقط الطائرات العراقية؟ حتى الجمهور والجالية العراقية هناك لازم تعرف. نعم. شكرا على السؤال. الجانب الأوكراني سمحت فقط لطيران الأمم المتحدة وطيارة واحدة من دولة الإمارات، اللي هو جاب المساعدات الطبية لمواجهة الكورونا. طيب. لكن هم وعدونا يوم ليلة الأمس، البارحة كنا مع الخارجية ووكلاء ومسؤولين في وزارة الخارجية والحكومة والبرلمان، قالوا نحن نبشركم بخير قريبا، لأننا قلنا لدينا عدد المسجلين وصل إلى 225 واليوم وصل إلى 250. هذا العدد اللي شكوا بأنهم يحتاجون إلى مساعدات السفارة ومساعدات الدولة العراقية والحكومة العراقية. نعم. لكن نحن إن شاء الله يعني نتأمل قريبا أن نحصل على موافقات. وهناك أيضا طيارة من فلاي أربيل موجود في أوكرانيا، هم اتصلوا بنا إذا الأخوة في محافظات إقليم كردستان العراق حتى يوصلوا إلى الأربيل. لكن مع الأسف الشديد هناك مرات أصوات، أو أنا أقول هذه أصوات ليس من الجال العراقي، حتى أستبعد أن يكون هذا الصوت عراقي، يشوهون الحقائق تجاه السفارة وتجاه الوزارة الخارجية. هذا نستبعد تماما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تمام. أي شخص يأتي بنبأ لازم أن يثبت هذا الشيء، ويقولون نحن ذهبنا إلى السفارة طردونا، ونحن
نراجع من جاوب. هناك جنابك الكريم يمكن تحقق من قبل قناتكم الكريم نعم. أربع أسماء على الشاشة وعلى ويب سايت السفارة، اثنين أخوة العرب، اثنين من أخوة الكرد، حتى الأخوة يتواصلون معنا بلغة فصيحة يفهمون تسجيل. والحمد لله اليوم وصل العدد إلى 200 وما يقارب 50 أو أكثر وتواصلون معنا، وكلهم قالوا نحن ما شكونا إلا أن المساعدة. قلنا هذا مو مساعدة، هذا واجب من صميم واجبات الوزارة الخارجية وسفيركم والسفارة، وإن شاء الله قريبا نحصل على موافقة ونحن نكون فرحانين بهذه الخطوة، وهذا من واجباتنا. لكن مع الأسف ماذا يستفادون هؤلاء الأخوة؟ ولذلك أنا حتى أقضي على الشائعات أو على التهم كما سميها سعادة السفير، اتصلت اليوم بحضرتك مباشرة، وكنت أعرف أنه اليوم أنت الظهر كان عندك اجتماع مع الجانب الأوكراني حول هذه القضية. تعتقد خلال أيام أنه ممكن أن نسفر أهلنا من اللي موجودين في أوكرانيا؟ إن شاء الله أستاذ العزيز، إن شاء الله غدا هم لدينا لقاء مع وكيل الأقدم في وزارة الخارجية الأوكرانية والدائرة القنصلية. هم ما رفضوا، لكن قالوا لدينا أربع جهات والوزير الصحة الأوكراني اليوم مدد الحجر الصحي، لأنهم قالوا كم طيران أو مواطنين أوكرانيين من قسم من الدول، يعني زاد المشاكل في إصابات، ولهذا هم قالوا نحن لا نرفض، لكن إن شاء الله نتوقع أن يكون أيام قليلة الماضية ونحن مع الجالية، مو بس في كورونا، الله شاهد في قناتكم الكريم أنا وصلت إلى هذا البلد في نهاية أكتوبر 2016، الأسبوع الأول كتبت في الشاشة في قسم القنصلي أنا سفير بكر الجاف خادم لكل إخواني وأخواتي العراقيين، معاملاتهم سوف تنجز نفس اليوم إذا كان قانوني. كل المواطنين اللي خابروا والتحقنا بهم والتقينا بهم الحمد لله قالوا هذا بيتنا، وهذا من صميم واجباتنا. ما نحن لا نفضل على أي مواطن، لأن أنا كسفي العراق من حلبشة وشفت الويلات، شفت عشت في المجمعات، عشت في أزمة إنسانية كبيرة بيد الظالمين المجرمين في النظام السابق، لكن نحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى الموظفين في السفارة وقسم القنصلي متواصلين إن شاء الله. بارك الله بيك سعادة السفير، أنا كلش أرتاح يعني خلال هاي الساعتين من أخذ لي أسمع مسؤول باللهجة الكردية، وبعدين أروح للجنوب أسمع لهجة الجنوب، وبعدين أخذ مسؤول بلهجة مناطقنا الغربية. هو هذا النسيج العراقي الجميل جدا، أن كل العراقيين الآن يعملون ويؤدون خدمات. ولكن سعادة السفير الآن قسم من العراقيين تواصلكم وياهم، أكو قسم الآن يمكن ما عدة احتياجات فلوس، احتياجات مواد غذائية، احتياجات دفع إيجار، شلون تقدرون أو قدرتم أن تتواصلوا بهذا الشكل مع الناس المحتاجة في أوكرانيا؟ نعم، نحن متواصلين معهم، قلنا قبل الكورونا وفي هذه الفاجعة وفي بعدها إن شاء الله دائما، لأن قسم القنصلي والسفير والسفارة كلنا متواصلين مع الجالية الكريمة، وقلنا لهم يعني نحن معاكم قلبا وقالبا وجيوبنا جيوبكم. لكن الحمد لله يعني الأخوة العراقيين في هذه الأزمة شفنا الجالية الكريمة، مثلا رئيس الجالية الدكتور عدنان الكاظمي وقسم من أخوة دكاترة وقسم من الطلاب الشباب الشجعان قالوا نحن نتعاون بيناتنا ومتواصلين معنا بأي طريقة، ما حاجة نحن نذكر الحالات اللي ساعدنا أخوتنا وإخواننا في هذا. يعني عندكم سلات غذائية سعادة السفير، مثل ما حصل قبل أيام أنا التقيت بالسيد السفير العراقي في عمان وفي سفارات أخرى، مثل سلات غذائية مساعدات للجالية العراقية حقيقة. حتى أكون صادق مع جنابك الكريم ومع مشاهدين، ليس لدينا سلات غذائية، لكن ولا مواطن عراقي راجع السفارة وردنا عليه سواء للتكت إذا ما عنده فلوس أو لأي مساعدات أخرى حسب مقدراتنا السفارة وقدرات السفارة، لأن ليس هناك مواطن، ونحن يعني حاضرين إذا مواطن عراقي لجأ إلى السفارة
وبابها غلقت علي أو احتاج إلى شيء السفارة حسب قدراتي، تعرف احنا كنا قدراتنا يعني محددة. طيب سعادة السفير في سؤال، بارك الله بك، في سؤال أخير الآن، الطائرة التي ستأتي بال 250 يعني ذولا راح تنقلوهم مجانا، تردوا من عندهم فلوس؟ وأنا أقترح أنه لأنه الناس ما عتلان يعني منين تجي؟ نعم. فأتمنى أنه يكون الدعوة النقل مجانا. والله السيد الكريم نحن هم نتمنى، لأنني أنا أعتبر نفسي مواطن قبل ما أكون سفير، وأشرف مواطن قبل ما أكون سفيرا، وأشرف سفيرا لكن خادما لأهلي. نحن نقدر أن نقترح على السلطات الطيران المدى العراقي، لكن حسب ما سمعنا بصورة غير رسمية بأن سعر التيكت ما يكون يعني رسمي، يكون أقل من السعر السابق. ونحن نتواصل مع الجالي لحد المطار ونذهب معاهم مع كل السفارة، ونحاول بطريقتنا إن شاء الله العراقية السمحة المتعاونة في مقدمة وبداية هذا الشهر رمضان الكريم، حتى نكون معا إن شاء الله. لكن هم يؤلمنا السيد الكريم ناس يصنعون درامات أو يصنعون تشويهات على السفارة، لكن هذا لا يقلقني، يقلقني شيء يعني خلي هذا الشخص يأتي إلى السفارة، خلي يقدم الشكوى على السفير، على أي مواطن، على أي موظف، حتى إذا لدينا تقصير نحن حاضرين، وإذا ليس لدينا تقصير هو إخواننا. والله منطق سليم، أنا أحيي هذا المنطق وأكبر بهذا المنطق، وأنتوا كل ما رحتوا وخدمتوا شعبكم بارك الله بكم، هذه يعني هي هاي المسؤولية. لذلك احنا من من نتناقش بود للوصول الى الحقائق ولا خدمة الناس. نعم صحيح. انا سعادة السفير عندك شيء اخر قبل ما اذهب السيد احمد الصحاف؟ نعم، انا اشكر جنابك الكريم وقناة التغيير، واشكر باقي القنوات العراقية، اول وتالي نحن كلنا عراقيين، اذا نريد ان ننهض بالعراق يجب ان نتكاتف بين وزارة الخارجية وكل وزارات، بين الشعبنا الكريم وبيننا. أستاذ أحمد الصحاف رجل متواصل معنا، وكلاء ومعالي الوزير يوجهون هسه هو وياي هو الآن موجود. خليني أرحب بالأستاذ أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ نجم. بارك. تحية لجمهوركم الكريم ولضيوفك الأكارم في مقدمتهم سعادة السفير المحترم. أنا أشكرك، يعني الآن سعادة السفير في أوكرانيا الآن يبذلون جهودا كبيرة مع الحكومة الأوكرانية لعودة 250 عراقي عالق هناك. الرجل الآن رد على الشائعات وقال قريبا أنه إحنا سنعود، ولكن يبدو هنالك مشكلة، نحن هي ليست مشكلة إنما اقتراح من خلال السيد وزير النقل أو خلية الأزمة أنه هؤلاء العراقيين تنزل عنهم أجور التكت أو السفر. شكرا جزيلا مجددا لحضراتكم. بالحقيقة وزارة الخارجية العراقية كانت ولا تزال لم تأد جهدا في التنسيق مع خلية الأزمة الوزارية، خلية الأمر الديواني 55 من العام الجاري، وبالتنسيق مع خلية الأزمة بمركز الوزارة مع كل سفارات جمهورية العراق وبعثاته في الخارج. الحالة محل البحث الآن في أوكرانيا وسفارة جمهورية العراق في كييف، وتنسيق سعادة السفير وكادر السفارة من خلال خلية الأزمة بمركز السفارة بالتنسيق مع أبناء الجالية العراقية الكريمة من الطلبة وغيرهم من الفئات من العالقين. أستاذ نجم، العمل متواصل ودؤوب على مدار الساعة، وأنا دائما حقيقة ما يعني أشيد بقناة التغيير وبمنصة البرنامج كريم اللي حضرتك اطلع عليه، تتاح لنا الفرصة في أن نتكلم بضمير مع أبناء شعبنا. هذا الكلام الذي نتكلمه الآن هو ليس من وحي أننا نريد أن نسوق إنجازات ونعرض مواقف، نحن نريد أن نبين للرأي العام أن وزارة الخارجية عبر سفارات جمهورية العراق عملت ولا زالت تعمل. هناك تحديات ذات طابع تنسيقي تواجهها سفارات جمهورية العراق مع السلطات في البلد المضيف. هناك سلطات في بعض البلدان لا تسمح ولم تسمح حتى الآن بأن تمنح موافقات لأن تجلي بعض الدول رعاياها من على أرضها.
إلا باستثناء بعض الرحلات الاستثنائية للمنظمات الدولية وللأمم المتحدة وغير ذلك. أوكرانيا ليست استثناء من هذا الموضوع، بل هو ينطبق عليها. سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يوميا تزودنا بتقارير رقمية صباحية ومسائية عن تحديث موقف الإصابات لأبناء الجالية العراقية في ساحة العمل هناك، الأعداد التي تروم العودة إلى الأراضي العراقية، الموقف بشكل عام، تقدير الوضع المالي والاقتصادي لأبناء الجالية العراقية، بعض الحواجز، المخاوف، المناشدات التي يعيشونها أولا بأول. ولا تزال السفارة تنسق والخارجية العراقية تبني موقفها من خلال قنوات الاتصال مع لجنة الأمر الديواني 55 ومع السلطات الأوكرانية وبشكل حثيث. هذا لا يعني أن الخارجية يعني عملها بطيء، لكننا نعمل وفق سياقات دبلوماسية وفقا للقنوات الدبلوماسية. وإلا يا أستاذ نجم، بماذا تفسر حتى هذه الساعة التي أحدثك فيها وزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع جميع سفارات جمهورية العراق وبعثاته في الخارج سيرت 57 رحلة لأكثر من 10,800 مواطن عراقي في أكثر من 15 دولة في العالم. أعدنا 10,800 مواطن عراقي من خلال 57 رحلة جوية استثنائية في 15 دولة، ولا يزال العمل مستمر. الأولوية في العودة إلى العراق. وين أكثر الدول اللي عندكم الآن مطبات بها بعودة العراقيين أستاذ أحمد؟ أستاذ نجم المحترم، البيئة المشاكل هي في الحقيقة لا نعبر عنها أنها مشكلات أو مطبات، لكن هي إجراءات دبلوماسية تنسيقية مع السلطات في البلدان المعينة. أعطيك مثال، وزارة الخارجية ومنذ 29 من الشهر الماضي فاتحت بعثة الاتحاد الأوروبي بمركزها ببغداد، وفاتحت وزارة الخارجية الألمانية من خلال سفارة جمهورية العراق في برلين بشأن رفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي، الخطوط الجوية العراقية، للبدء برحلات استثنائية لإجلاء العراقيين من بلدان الاتحاد الأوروبي. بتاريخ 2/4 من الشهر الجاري وردتنا موافقة الجانب الألماني، بعدها بأيام قليلة توجه الناقل الوطني إلى برلين وأتينا ب180 تقريبا من المواطنين العراقيين العالقين. بعدها بأربعة أيام توجه الناقل الوطني إلى فرانكفورت. أنبئكم الآن أن الموافقات مع الجانب الإسباني أيضا شبه تامة، هي في مرحلتها الأخيرة لإجلاء العراقيين العالقين في إسبانيا. إنما أقول ألمانيا وإسبانيا، هذا لا يعني فقط هاتين الدولتين، وإنما دول المرور أيضا التي تمر من خلالها الخطوط أستاذ أحمد التي تجتازها الطيران العراقي والناقل الوطني. إذن العمل حثيث مستمر، عودة العراقيين من كل البلدان تحديدا الآن أوكرانيا يمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية، لأنهم طلبة العراق، لأنهم أبناء العراق، ووظيفتنا الأساسية الآن هي إعادتهم بشكل آمن. أستاذ أحمد اسمح لي، خليني أرجع إلى سعادة السفير السيد بكر الجاف. سعادة السفير تسمعني؟ نعم نعم. الآن لا سمح الله فيما إذا لو تعثرت الموافقات مع الجانب الأوكراني، إحنا تدري ما نتدخل، كل دولة لها إجراءات، هل لديكم خيارات بديلة كأن يكون مثلا نقل هذه الجالية برا إلى دولة قريبة أو مجاورة، وبالإمكان بالتنسيق مع الدولة والسفارة العراقية الموجودة هناك ونقلهم من الدولة الأخرى؟ هل هنالك إمكانيات من هذا النوع، أو أنك خيار أنتم ممكن أن تفكروا به أو يكون متاحا؟ نعم، تحياتي للأخ الدكتور أحمد وعمله المتواصل معنا ومع السفارات وعمله الدول. سأل نجيب، نحن لدينا اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دولة صديقة أوكرانيا. نعم. وأنا مع فخامة السيد زيلينسكي، فلاديمير زيلينسكي، والسيد رئيس البرلمان السيد ديمترو، ومع السيد سوتو ماموين رئيس لجنة التعاون والصداقة العراقي الأوكراني، ومع وكلاء الوزارة الخارجية
والسلطات الأوكرانية. لدينا اتفاقيات كوزارة الخارجية العراقية، نعم، وسفارتنا هنا يشتغل، وأنا متواصل أيضا مع السفير سيد فيكتور سفير الأوكرانية في بغداد، نعم، لهذا العمل. ليس هناك هذا عمل دولي رسمي وفق المعايير الدولية، وليس لديهم لحد الآن أي رفض، ولا نرى أي رفض في هذا المجال. لكن مثل ما تفضل دكتور أحمد، أكو معايير، أكو دول لديهم يعني إجراءات حاسمة حسب تقديرات وزارة الصحة الأوكرانية والداخلية وهيئة الحدود، هذا إجراء يعني لحماية مواطنينهم. لكن نحن قلنا أيضا مواطنين العراقيين يجب أن يتمتعوا بحرية كاملة لنقلهم إلى العراق، ثم قالوا بس اصبروا لنا واصبرونا ونتعاون معاكم إن شاء الله. إن شاء الله صوتك الآن وصل إلى أخوتنا وجاليتنا العراقية في أوكرانيا، وإن شاء الله قريبا تعودون، وإحنا أيضا صوتكم، ونتواصل مع السادة المسؤولين. سعادة السفير بكر الجاف السفير العراقي في أوكرانيا، شكرا لك سعادة السفير. شكرا لقناتكم الكريم ومشاهديكم. أيضا بقى في سؤال دكتور أحمد، أنا وصلتني مناشدات من الجالية العراقية في تركيا وبالذات في محافظات سامسونج، يقولون احنا ماكو طيران من سامسونج وماكو سيارات نقل تنقلنا من سامسونج الى انقرة وفي بقية المناطق الاخرى. هذا الموضوع اطرحه واخليه امام حضرتك حتى يسمعوك وشو الجواب عليه. صحيح استاذ نجم المحترم، اني حقيقة من خلال شاشتكم اقول وزارة الخارجية العراقية دعمت تسيير 7 رحلات حتى الآن، 7 رحلات استثنائية، اعتبارا من تاريخ 1/4، اعتبارا من تاريخ 17/3، وانتهاء إلى الرحلة الأخيرة. هذه الرحلات 7 نقلنا من خلالها 1835 مواطن عراقي من العالقين. بشأن ما تتفضل به والسؤال الذي وردكم، العراقيون الأعزاء موزعون على المحافظات التركية حسب نقاط تواجدهم ومصالحهم هناك، من حيث التعليم، من حيث العمل وغير ذلك. نعم. سفارة جمهورية العراق في أنقرة وكذلك القنصلية العراقية العامة في إسطنبول وضعت رؤية في التعاطي مع العراقيين الذين يرمون العودة. طبعا أولا يتم الإعلان عن الرحلة الاستثنائية التي تقرر سواء من أنقرة أو إسطنبول، يتم الإبلاغ عنها قبل 48 ساعة. زين. ثم الأسماء تكون مسجلة ومن خلال الحسابات الرقمية والإلكترونية والأرقام الساخنة للسفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول. الأمر الآخر، من يتعذر عليه ويتعسر عليه الخروج ليبلغ سفارة جمهورية العراق في أنقرة أو القنصلية العراقية العامة في إسطنبول قبل 48 ساعة أو 24 ساعة في الحد الأقل، من أجل أن تقوم السفارة أو القنصلية بالتنسيق مع المحافظات والسلطات المعنية في هذه المحافظات من أجل حيازة الموافقات الرسمية، نعم، المطلوبة، حتى المواطنين يقدرون يطلعون يتوجهون إلى المطارات المطلوبة من أجل إعادتهم. تمام. المسألة تتطلب أولا وآخرا حالة من التعاون والوعي المتبادل. إحنا نهيد بكل أبناء الجالية العراقية الكريمة بكل مكان، كل سفارات العراق وبعثاتها في الخارج لديها حسابات رقمية، تليجرام، فيسبوك، تويتر، لديها. ولذلك أستاذ أحمد، قبل أن أختم حتى نبقى في هذا الجو التفاعلي مع سفاراتنا بالخارج، أتمنى من حضرتك أن تزودنا برقم سعادة السفير العراقي في تركيا حتى يكون ويانا، وأيضا يطمن الجالية ويعطيهم الآليات التي بموجبها سيتم تسفيرهم أو شلون التنسيق. أتمنى منك هذا والله. فورا إن شاء الله. أيوة. بعد الانتهاء من الاتصال معكم أبعث الرقم إلى الإخوة الأعزاء في العلاقات. أيوة. أنا شخصيا رقم هاتفي أيضا معروف ومشخص، ويوميا أتلقى عشرات الاتصالات من أبناء الجالية العراقية الكريمة بمختلف دول العالم. أوضح لهم بعض الإجراءات. تمام. طبيعة الاستجابة وهكذا. أنا بعد الاتصال مع حضرتك راح تبعث لنا والشباب بالكنترول راح يتصلون بسعادة السفير العراقي في تركيا حتى نشوف شنو الإجراءات وشنو التعليمات،
حتى أيضا أهلنا هناك يطمئنون عن الإجراءات التي تقومون بها دكتور أحمد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الأستاذ الدكتور أحمد الصحافي المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، أنتم يمكن تشوفون أنه إحنا من خلال هذه الحوارات نطمئن الناس، لأن إحنا كل إحنا الآن في أزمة ونعتبر نفسنا جزء وجزء فاعل في خلية الأزمة. الشباب الأستاذ أحمد الصحاف راح يدزلكم رقم السفير العراقي في تركيا وتتصلون لي عليه، وإذا نقدر نحصل السيد وزير النقل حتى نقدر نسولف وياه، بل كلمون على الطيبين يخفضون التذاكر. أيضا مشاهدين الكرام، أنا كنت أتمنى من البارحة لليوم أدق على السيد قائد عمليات بغداد وحتى بتصل بي من نانا، ومن الأخوة بالمكتب الإعلام مكتب السيد رئيس أركان العمليات، حتى نستوضح منهم حقيقة ما الذي يجري أمنيا في داخل بغداد، وخصوصا ما حصل وما حدث من استخدام للسلاح من قبل جهات تقول عنهم قيادة عمليات بغداد في بيانها أنها عركة لأصحاب المحلات. ولكن أيضا يمكن عد سكايبي جاهز ويا الناشط المدني علي عزيز. السلام عليكم أخ علي. أهلا وسهلا. يعني الأخبار التي جاءت من ساحة التحرير أمس والمواجهات التي حصلت وقيادة عمليات بغداد تقول أنها مشاجرات وأن هذه الأسلحة كانت موجودة في المحلات القريبة من ساحة التحرير، والأمر لم يعدوا أنه يعني إطلابة شخصية. نعم يعني احنا بالنسبة لنا تعودنا على هذا، كل ما نتعرض لقتل ولإطلاق الرصاص، كل ما نتعرض إلى ضرب سواء كان من مدنيين يعني هم الميليشيات المدعومة من الأحزاب، أو نتعرض إلى ضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، فأكيد راح يكون الملام الأول والأخير بالموضوع هو المتظاهر العراقي وهو ثار. ما حصل يوم أمس كان واضح وواضح للجميع، العالم كله تناقلت حتى وسائل الإعلام العالمية نقلته بالصورة وبالصوت. نعم. أشخاص دون لثام ما يخشون القانون لأنه الظاهر سلطتهم فوق سلطة القانون، قاموا برمي الرصاص الحي على المتظاهرين. أما الروايات الأخرى التي تفضلت بها وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية الأخرى في بغداد بأن مثلا المتظاهرين هجموا على المحلات التجارية أو حرقوا المحلات أو اعتدوا على أصحاب المحلات، طيب يا سيدي اليوم إحنا متظاهرين ما عندنا غير يمكن أجهزتنا البسيطة التليفونات نصور من خلالها، طيب المحلات كل المحلات عندها كاميرات للتصوير، وهاي الكاميرات ليش ما فتحوها؟ ليش ما بينون المتظاهرين من اللي معتدين؟ هذا بالنسبة للمتظاهرين، اتهموا لأنه حرقنا المحلات، وين الدخان؟ وين النار؟ يعني اليوم إذا أكو دخان ونار بباب الشرجي، أنت واقف بالسعدون واقف بالكرادة راح تشوفها، راح تشوف الدخان وتشوف النار، هاي اتهامات كاذبة. زين هاي منين اجت الأسلحة؟ سؤال يطرح نفسه، يعني ذول أهل المحلات هل كانوا مهيئين هاي الأسلحة؟ منين اجت هاي الأسلحة؟ وبالتالي أنا أدعو أي صاحب محل في باب الشرجي تعرض للكسر أو تعرض للحرق يصور لي فيديو، وأنا ملزم أعرضه من خلال هذا البرنامج. نعم أستاذ علي. بالنسبة للأسلحة أستاذ نجم، الميليشيات هي موجودة والميليشيات هي دائما وتعمل بشكل دؤوب ويومي مع قوات مكافحة الشغب وفي ظلها. زين. إحنا الميليشيات لما تضربنا مستحيل الميليشيات تدخل وتدخل بسلاحة إذا ما يكون تسهيل أمر إلها من القوات الحكومية. يعني إحنا كنا ما ننسى حادثة الجراج السنك وساحة الخلانية، كيف دخلت الميليشيات ودخلت بسيارات وقتلت وخطفت في نفس الوقت. هذا الشيء هو مكمل لهذا الشيء إحنا بالنسبة لنا اللي صار. زين طيب يعني أستاذ علي حتى نستفاد من الوقت، لديكم بيانات الآن تصدر تبشرون بأن التظاهرات ستعود مرة أخرى وبشكل أكبر، ما الذي تعنونه في هذا إذا ما عدتم من جديد بشكل أكبر؟ ما هي السيناريوهات التي ستعملون عليها وبموجبها؟ إحنا بالنسبة للمظاهرات إحنا ما نقول ستعود بقوة أكبر، نقول يعني اليوم عندنا ثورة تشرين، إحنا تحولنا من حالة المنتفضين إلى حالة المعتصمين السلميين بالخيام،
خوفا على المجتمع العراقي من تفشي الفيروس. لذلك كنا احنا اول الملتزمين موجودين احنا بنفس اعدادنا وبنفس كثافتنا. احنا لما وعدناهم بمليونية الخلاص قريبا، وهذا الاسم يعني العنوان يعني الكتاب باين من عنوانه مليونية الخلاص قريبا، مليونية ما بعد الحظر. احنا اليوم تعبنا، يعني احنا كنا تعبنا من وجودهم، ما تعبنا من وجودنا بالساحات وما تعبنا من وجودنا بالخيام، تعبنا من وجودهم اللي لحد الان دي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، والتسريبات دي نسمعها كلنا، تشكيلة كابينة وزارية وزراء محاصصة وزراء أحزاب تكتلات، ولا كأنما العراق قدم 1000 شهيد، ولا كأنما عندنا 35,000 جريح، كأنما شيئا لم يكن، مستمرين بحياتهم ومثل ما يقول دايسين علينا وكأنما شيئا لم يكن مستمرين هم. فلذلك احنا وعدنا الشعب أنتم العراقي لماذا لا وأبائنا بمليونية الخلاص. لماذا لا تلجأوا لإقامة دعاوى قضائية من خلال نقابة المحامين العراقيين ضد الجهات الأمنية التي تنتهك أو ينتهك الأمن من خلالها؟ لجأنا وإحنا تكلمنا مع السيد الأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين بهذا الشأن. إحنا عندنا اللجنة القانونية اللي داخل اللجنة المنظمة للمظاهرات تبنت هذا الموضوع بالتعاون ويا السيد ضياء السعدي مثل ما أخبرتك. لكن يا سيدي إحنا نعرف يعني شكوانا ما راح توصل الى نتيجه، مستحيل. يعني الرجل اللي ضرب واطلق الرصاص علينا طلع بوجهه الصريح يعني ويضربك ويمشي يتمشى، يعني حتى ما يعني ما هرب ولا ركب. فلذلك اليوم هذا الرجل ما معروف باي منطقه، يعني اليوم السوشيال ميديا انترست عرته للرجل ونشرت عنوانه واسمه. ولذلك كان البارحه يا محلق. استاذ علي طالبت القائد العام والسيد قائد عمليات بغداد انه هل هؤلاء تم إلقاء القبض عليهم إذا كانوا هؤلاء من الذين هم خارجين عن القانون وتحدوا العمليات وتحدوا الأمن؟ المفروض خلال 24 ساعة قيادة عمليات بغداد تعلن من إلقاء القبض عليهم تحقيقا لسيادة القانون. هل هذا موجود؟ ولذلك ردنا واحد من الأخوة في قيادة عمليات بغداد يجيبنا على هذا السؤال فقط، ما ردنا شيء. في سؤال أخير أستاذ علي، مليونية الخلاص، يعني ماذا تعنون بمليونية الخلاص؟ هل ستعتصمون أمام الخضراء؟ هل ستدخلون إلى الخضراء؟ هل تدخلون إلى قبة البرلمان؟ هل ستبقون في ساحة التحرير؟ أم لديكم رؤية جديدة هذه المرة مثل ما تسمونها هي رؤية الخلاص بالمليونية التي تنوون القيام بها؟ كل بغداد هي مفتوحة أمامنا. نحن أبناء بغداد، أبناء الرصافة وأبناء الكرخ. تمام. لا يوجد خط أحمر علينا ولا على الانتفاضة بعد اليوم. إذا هم لديهم منطقة محصورين وقابعين بها سموها الخضراء، يعتبروها ذات خصوصية، فإحنا ساحة التحرير مركز مدينة بغداد ذات خصوصية عالية جدا في قلوبنا، وهم كل يوم يعتدون علينا وسط هذه ساحة التحرير ذات الخصوصية العالية. نعم. بغداد بغدادنا، المحافظات محافظاتنا، نحن أهل العراق، هم دخلاء على العراق. فلذلك مليونية الخلاص لا بد منها، وهذا قرار حاسم ولا رجعة عنه أبدا. السيد علي عزيز الناشط المدني، كنت سعيدا باللقاء معك، تقبل تحياتي، نلتقي قريبا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، الشباب بالكنترول قالوا لي انه اتصلوا بساعات السفير العراقي في تركيا واعتذر في هذه اللحظة لانه هو الان باجتماع، وانا مثل ما وعدت الجمهور انه احنا راح نتصل بالسيد السفير حتى نشوف مشاكل اهلنا وناسنا في تركيا. وايضا يعني اليوم انا الحلقة سويتها لي اكثر شيء لهذا الموضوع، لانه تدرون اهمية هذا، ويمكن الان اذا نفتح اتصالات من الأخوة الكرام، يعني الآن اتصالات عندك همام، خليني أخذ مجموعة اتصالات، ما بقى عندنا وقت هواي. علي من بغداد، السلام عليكم. أهلا وسهلا على أبو حسين، حياك الله نجم. بلا زحمة عليك، أنا عندي مظلومية وأنت إن شاء الله أخونا كبير عمر ويتنقلها إلي، الله يحفظك والله يبارك فيك. تفضل أستاذ نجم. أنا عندي خدمة
عقد 12 سنة بالكهرباء. أي. وعندي خدمة عسكرية 22 سنة. أي. يعني مجموع خدمتي 34 سنة. زين. ألو. أي نعم. صاحب نجم عندي خدمة 34 سنة. أي. فروجت معاملة مال تقاعد. كملت من دائرتي وأخذوا القرارات كلها كلها بصالحي. فرحت بالتقاعد. ألو. وياك أسمعك. نعم. أستاذ نجم فرحت بالتقاعد. كملوا تدقيق ودققوا معاملتي وكلها قرارات صحيحة. أكو رئيسة قسم اسمها ست سعاد. ما وقعت لنا قالت أنت مرفوض. يا بي ليش مرفوض؟ جايهم قرار أستاذ نجم 31/12/2019. أي. أنا طالع قبل هذا القرار. يعني هذا القرار ما يشملني. تقول القرار اللي جاي 31/12/2019 لازم عندك عقد 15 سنة عقد يعني مستمر. بينما انا عندي عقد 12 سنه وعندي خدمه 22 سنه استاذ. فدزاني المدير رحت للمدير حاولت اوصل له بس ما قابلته. الرجل دز على معاملتي وشافها قال لي على قرار 315. المدير التقاعد جبت قرار استاذ نجم. نعم جبت استاذ نجم جبت القرار 315 وقرار باسم يقول مشمول بهذا القرار ومشمولين به العقود والاجور اليوميه. اي وهم رحت عليه سويت رفض. بعد صارت احداث كورونا وهذا ظل. خلي تخلص احداث كورونا اخوي. خلي هسه الان ماكو الان ماكو دوائر. خلي تخلص احداث كورونا ونشوف نشوف السيد احمد السعدي ونخابره ونشوف قضيتك وين ويا احمد السعدي. يحيى من بغداد. السلام عليكم. حياك الله اخي. شلونك استاذ نجم؟ الله يسلمك مرحبا استاذ نجم. بلا زحمه انا معاملتي بالتقاعد كامله يعني بقت بس على مشغله الهويه. احنا قبل يعني من كان الحظر تام ببغداد رحنا عليهم قالوا هسه حظر وما في مراجعه. انفتح الحظر هسه ورحنا راجعنا للدائره هسه يقولوا لنا انطونا ارقام تليفوناتكم واحنا نخابركم. زين يا بشوف تخابرونا والله ما معلوم شو تخابركم. عم نقول لهم احنا صاحبين عوائل. انا بالنسبه لي نسبه حجز 100% من ضحايا الارهاب. نسبه والله يا اخويا هسه انا السيد احمد السعدي رئيس الهيئه الوطنيه للتقاعد العامه. المشاكل اللي توصل 50% 60% بالتقاعد 50 60% من المتقاعدين يعني هذا تلكؤ بانجاز معاملاتهم. وحضرتك وعدت انه انجاز المعاملات راح يرحلهم للبيوت وتم الاتصال بهم. وحضرتك الان انت تسمع عبر الشاشه يعني انا اذا خمس متصلين ثلاثه من عندهم مشكله بالتقاعد. هسه هذا مو انا احكي هذا اللي انت تسمعه. ويعني احنا مرات هم ما نريد نخدع الناس نسوي لهم حلول ورديه وبعدين الناس تجي تاكل وجوهنا. والله انا قمت استحي من هذا الموضوع يا استاذ احمد. مصطفى من بغداد. عليكم السلام. هلا مصطفى. السلام عليكم. حياك الله. ايش قد عندكم مقعد شباب؟ حياكم دقيقتين. اي تفضل مصطفى. استاذ نجم انا عندي زوجتي صوبت ب 2007. وين صوبت؟ بانفجار. اي ضحايا ارهاب. اي على التعويضات. اي فاعطتها المعامله الوحده معقبه. اي مشت بيها المعقبة وبقت بيها صار لها تقريبا 11 شهر 10 اشهر يوميا باكر اي وطت لي مهله اعطيتها 500,000 الله شاهد للمعقبة. زين وكل شيء ما سوت تقول لي بس يوقع عليها الحاكم ما ادري من هو يطلع يوقع ولحد الان ما انت المعامله يمك لو يم المعقبه. لا يمها هي تقول سلمتها للدولة. هسه زين انا اصدق من زين اصدق من هسه غير هسه تقول المظاهرات ويالي يقول صدق المعقبة مشتغلت لك ومسويت لك. انت ايش تشتغل عيني؟ ايش تشتغل انت؟ حداد وقعدت صار لي تقريبا اربع. ليش ما مشيت بمعاملتك بابا؟ مو صارت هاي مال المظاهرات
استاذ نجم. هسه بابا من يقول المعقبه حكيها صدق. اسال مناني انا تقول انا سلمته و... احنا ما نشتغل علي علي يقول بابا عمو حبيبي المفروض تعرف معاملتك يمن وين وصلت. تقول يم القاضي تقول بس يوقعها القاضي يوميا باكر. خلينا ننتظر القاضي شو يقول خوي. خلينا ننتظر القاضي شو يقول. مشاهدي الكرام انا خلصت هاي الساعه الاولى، قدرنا ان نحقق هاي الاتصالات مع المسؤولين بالخارجيه وايضا قضيه الاعتداء والخرق الامني اللي صار في بغداد، وعندي هذا ما لحقت اليوم انا اقرا كل هذا. ان شاء الله نلتقي قريبا. اروح الى بغداد بعد الفاصل، التقي السيد حسين العقابي رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان العراقي، ومن ثم المحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي. انتظروني بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير إلى الجزء الثاني من برنامج من بغداد المتعلق بالجانب السياسي. مشاهدي الكرام، وبحسب الأخبار التي كانت تتناقل وتتداول، كان من المفروض أن تعلن حكومة السيد الكاظمي أو تذهب إلى البرلمان قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الكريم، ولكن الآن الأخبار تقول أنه هذه الكابينة ممكن أن تتأخر أسبوع آخر، وهذا الذي يجعلنا أو يجعلنا نقلق أنه هل الآن هنالك خلافات، هل هنالك اختلافات في الرؤى، وخصوصا يقولون أنه السيد الكاظمي اليوم اجتمع مع اللجنة السباعية، والمفروض أنه الحكومة قد انتهت من قضية المفاوضات، لأنه الظروف الحالية التي يمر بها العالم وخصوصا العراق ظروف مقلقة تستدعي أن القوى السياسية تنتهي من حالة الخلاف والجدل والتفاوض. ولا أدري أنه التفاوض على ماذا. رجل تم تكليفه بتشكيل حكومة يروح يجيب وزراء ويتوكل على الله ويتحمل المسؤولية كاملة. الشيعة لديهم مطالب، السنة لديهم مطالب، الآخرين مطالب، الأكراد لديهم مطالب، هنا نتجزأ الوطن بهذه المطالب. يجب أن تقدم باكج واحد لكل ما يسمونهم بالمكونات العراقية وتقدم لرئيس الوزراء. اليوم يلتقي مسؤول كردي، بات يلتقي مسؤول شيعي، هنا يلتقي أقليات، هنا يلتقي مسيح، هنا يلتقي أكراد. لازم تتوحد برؤية وطنية عراقية. ماكو شيء اسمه مطالب كردية ومطالب سنية ومطالب شيعية، وماكو شيء اسمه ممثلي مكونات. لازم أكون ممثل لوطن، هذا يضعف من اللحمة الوطنية. أنا شيعي لازم يكون ممثل مالتي شيعي، أنا كردي لازم يكون ممثل مالتي كردي، أنا سني لازم يكون ممثل مالتي. ليش ما يكون كل نائب هو ممثل عن الشعب العراقي كاملة؟ يرافقني ضيفا في هذه الحلقة السيد النائب حسين العقابي عن كتلة النهج الوطني. حياك الله أستاذ حسين. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ حسين، كيف جرت وتجري المفاوضات في تشكيل الحكومة السيد الكاظمي، وما هي المعايير التي اعتمدت وبموجبها ستتشكل حكومة السيد الكاظمي، وهل تمر بمنعطفات صعبة أم أن الأمور سهلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيد العزيز والمتابعي فضائية التغيير الكرام ولأبناء شعبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم ويرفع عنهم هذه البلايا والمحن المتتالية، وخصوصا بلاء وباء جانحة كورونا. وتحية أيضا إجلال وإكرام للكوادر الصحية بكل مفرداتها وبكل مسمياتها العاملة، هؤلاء المجاهدون حقيقة المرابطون في المستشفيات لتحقيق النصر والغلبة بعون الله تعالى على هذا الوباء المتفشي. ابتداء جنابك اتطرقت إلى قضية مهمة أحب أن أعقب عليها، ألا وهي كنا مثلا نتوقع أنه قبل أسبوع أن تعرض
الكابينة الحكومية على مجلس النواب. في تقديري يعني من خلال متابعتنا للشأن السياسي العراقي منذ عام 2003 ما عدنا يعني سرعة حسم للقضايا وللمسائل المحورية في الشأن العراقي، دائما أكو بطء، أكو تباين في وجهات النظر. طبيعة التعددية الإثنية في العراق هي ضاغطة على الوقت دائما إلى آخره، عامل الوقت أطراف كثيرة أيضا تلعب عليه. لذلك حدثنا وتوقعنا منذ البداية أنه صعبة في أسبوع أو أسبوعين، لكنه النقطة الجوهرية في هذا الموضوع هو أن لا أن ننظر للقضايا بالتوازن، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ونستهلك ونستوعب كل الوقت اللي هو وقت قطعي جزمي اللي هي مدة 30 يوما، أو تفريط نستعجل الكابينة الحكومية بحيث يكون المخرج أو تكون هذه التشكيلة ليست بالمستوى المطلوب. ينبغي أن نوازن بين هاتين القضيتين، قضية الوقت وقضية أن تكون هنالك كابينة حكومية تمثل آمال وتطلعات المواطن العراقي. حجم المعاناة وحجم التحديات اللي نجابها كبيرة ونوعية، يعني اليوم أكو قضايا باستثناء الملف الأمني اللي كان ضاغط في تلك السنوات وهو أيضا ضاغط الآن لكن ليس بذلك المقدار، هنالك تحديات نوعية لا نظير لها في التاريخ العراقي الحديث والمعاصر على الإطلاق، يعني تحديات ضخمة تواجه بنية الدولة العراقية وهي ضاغطة بشكل أساسي على المواطن البسيط. أنا أتفق معك، لكن استمرار المفاوضات حتى هذه اللحظة ماذا يعني؟ هل هنالك خلاف؟ هل هنالك اختلافات؟ أنا هذا اللي بدك تخلي بيه بالمباشر وبالوقاع يعني. أي طبعا أدخلك بيه مباشر، يعني حنكون واضحين، إحنا يعني تجربتنا تجربة مريرة مع القوى السياسية، يعني ليست تجربة عادية وليست تجربة طبيعية. أيضا إحنا ما نتحدث اليوم عن طرف أو طرفين أو ثلاثة، القوى السياسية متعددة، يعني متعددة مذهبيا ومتعددة قوميا ومتعددة كمشرب سياسي وهكذا. هذا التعدد الإثني يستنزف الوقت حقيقة، يعني كل شو تريد القوى السياسية بالمباشر؟ شو تريد القوى السياسية الآن؟ مشكلة القوى السياسية شو تريد الآن؟ تريد وزارات؟ أنا جاي قصص؟ أنا جاي طبعا جاي لهذه المسألة. طبعا هو بشكل عام يعني خلينا نكون واضحين بهالمسألة، هنالك طبعا أطراف تبحث عن مصالح الضيقة وأطراف متحسسة حجم المشكلة وحجم المعاناة اللي يعيشها الواقع العراقي في الوقت الراهن. في الوقت الراهن أكو ظروف ضاغطة ما لها نظير. أنا تحدثت عن هذه المسألة وأوضحها، الملف الاقتصادي، القضية الاقتصادية والقضية الصحية، لكن بالخصوص القضية الاقتصادية قضية ضاغطة يعني بشكل عجيب وبشكل رهيب. نحن بحاجة ماسة لكابينة حكومية قادرة أن توجد فد حلول ومعالجات لهذه المشكلة. المشكلة خانقة جداً وضاغطة بشكل رهيب وكبير وتحتاج معالجات آنية وتحتاج إلى استراتيجية. لا يمكن لنا أن ننظر أو لهذه القضية بشكل هامشي بعيدا عن أولويات الحكومة. الحكومة الكابينة الحكومية هي الحكومة كابينة الحكومية هي المناط بها النظر بهذه القضية. تجربتنا السابقة مع الكابينة الحكومية لعله كانت تجربة مع الشديد للأسف سلبية. احنا دائما ننظر على انه السلطة بيد رئيس مجلس الوزراء ونحصب كل مقدرات الدولة وكل قضايا الدولة وكل مشاكل الدولة بلحية السيد رئيس الوزراء ونريد منه حلول. لا، هي القضية متكافئة، المسؤولية مناطة بكل الأطراف، لكل طرف عليه عدد أو مستوى معين من مستويات المشاكل. أيضا اليوم احنا السلطة ليست بيد رئيس الوزراء وإنما السلطة بيد مجلس الوزراء، إذا أعضاء الكابينة الوزارية هم مسؤولون على قدم المساواة حالهم حال رئيس الوزراء. علينا أن نأتي بكابينة حكومية قادرة على مواجهة هذه المشاكل. يا أستاذ، يا أستاذ شديد الأسف، المشاكل أنا أريد أدخل، لا أرجع لهذه النقطة، بالمشاكل أريد أدخل بالمشاكل. قوى سياسية أعلنت أمام الناس ما تريد حصص، هاي كذب لو صديق؟ لا جاية كانت، نعم. ما أسمع شلون؟ قوى سياسية شيعية وغيرها أعلنت أن هي ما تريد حصص، والسيد الكاظم طليق اليد المعلومات تقول
هذه القوى تريد حصص. هاي المعلومة صدق لو كذب؟ يعني تريد فهمي عن الأمور؟ ها؟ الشعب العراقي يريد، أضرب لك أضرب لك مثل شعبي. الشعب العراقي يريد اللي يخلي بالسلة رطب، اللي يريد عيشه، اللي يريد اللي يحل المشاكل كائن ما يكون، خلي يتحصون خلي يتقاسمون بس يقولنا حل. أكو مشكلة كبيرة وضخمة جدا، الكلام بهذا الشكل راح يكون غير منتج. ما تم الاتفاق عليه بين القوى الشيعية في تلك الأيام، في الأيام الماضية، والسيد رئيس الوزراء المكلف، أنه ترشح الأسماء بالتوافق والتراضي بين رئيس الوزراء وبين القوى السياسية الشيعية. هذا ما تم الاتفاق عليه، وهذا ما هو الآن قائم بين هذين الطرفين، رئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية الشيعية، أنه يكون هنالك تفاهم وتراضي. تريد فلان وزارة، قدم لي أسماء، قدم لي اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل، أقول لك هذا، تقول لك لا، أنت ترفض أنا أرفض، إلى أن نصل إلى طريق وسط نتفق عليه ونسقط القضايا والأشياء شيئا فشيئا. أنا أتحدث عن المسؤولية. المسؤولية البعض يفهمها أنه إحنا نريد نحصبها برأس رئيس الوزراء ويتنصل عنها. المسؤولية الحقيقية هي تربي رقبة الكتل السياسية. الكتل السياسية هي من سمت رئيس الوزراء أولا، اثنين هي من سوف تصوت له في وإعطائه الثقة للكابينة الحكومية، ثلاثة هي المعنية بعملية الرقابة المستمرة داخل مجلس النواب للأيام وللأشهر وللسنوات إذا كانت هنالك سنوات، للسنوات القادمة. أكو أطراف عندها مشاكل من طبيعة خاصة، اللي هي مثلا الوضع الكردي. الوضع الكردي لديه آراء وأفكار أخرى في تقدير الشخصي، هذه مو في تقديري، هم يصرحون بذلك. هم عندهم قضية الكرد، عندهم قضية رواتب البشمركة، عندهم قضية رواتب الموظفين، عندهم قضية المناطق المتنازع عليها وكركوك، عندهم قضية النفط. هذه القضايا الأربعة يردون بها موقف الآن من الكارثة. أكون صريح بهذه المسألة، من الكارثة أن يعطى موقفا بهذه القضايا الآن. الآن كأنما البعض يريد أن يضع العصا في عجلة، العصا في عجلة، يعني في العجلة، في عجلة الحكومة. تشكيل الحكومة هو من أولى أولوياتنا، ينبغي يكون في هذه المرحلة. هذا حسين، هاي المطالب الكردية فهمنا، نطوي صفحة السيد عادل عبد المهدي أو حكومته، التي هي حكومة مشلولة وعاجزة وغير قادرة على اتخاذ قرار في القضايا الحيوية. زين، هاي الكردية السنية شنو مطالبهم؟ شردون من الكاظمي. يعني السنية واضحة، يعني مسألتهم أولا، إحنا قطعنا شوط في مسألة بناء الكابينة الحكومية. الكابينة راح تبقى الحصص نفسها في حكومة السيد عادل عبد المهدي، يعني نفسه 6 ب11 أو 12 بثلاثة واثنين أو واحدة للأقليات وهكذا. هذه المعادلة، الاتفاق على هذه المعادلة قطع شوط في تسمية الحكومة، هذا أولا. اثنين، تبقى حصتهم لعله أنا ما جازم بهذه المسألة، لأنه في تقديرهم يوم أمس أو ابتدأوا أو لم يبتدوا بالمفاوضات الأخوة السنة في مع السيد المكلف، وهم يصرحون بذلك، يعني مش شيء مخفي، شيء معلن، أنهم لحد يوم أمس وتصريحاتهم أنهم لحد الآن لم يبتدوا بالمفاوضات معه. نقطتهم الأساسية، اسمح لي، نعم، لا خلنا نعطيك نقطتهم الأساسية. نقطتهم الأساسية هو أن يكون الحقائب الوزارية تسمى من قبلهم بشكل مباشر، ومقدار توزيع الحصص بين القوى السياسية السنية. هذه نقطتي الخلاف، يعني الكل كل الحقائب الوزارية المخصصة للسنة راح تكون بيد طرف معين مثل، طيب مو أكو أطراف أخرى، طرفين تقريبا على أقل تقدير، طرفين، ولعله أكو طرف جديد تشكل في الأيام الماضية. هذه ينبغي أن يكون هنالك توازن بين هذه القوى، وأيضا مستوى الخلاف لعله يكون والصراع واضح فيما بيناتها. هذه هي نقاط الخلاف اللي موجودة بين الأطراف الثلاثة أمام السيد رئيس الوزراء المكلف، وأعتقد أنه هو قادر على حل حالته وتجاوزها في الأيام القادمة. تبقى تمثيل طرفين. الآن أنتم الشيعة شنو طلباتكم؟
ايش تردون من المكلف؟ طلباتنا طبعا طلباتنا احنا طرحنا ثلاث قضايا اساسيه، ثلاث قضايا اساسيه ينبغي ان تكون حاضره في رسم معالم الحكومه. اول نقطه يكون هنالك تفاهم وتراضي بين الاطراف الشيعيه والسيد رئيس الوزراء حول مسمى الوزراء، لانه كان عندنا تجربه سابقه كانت تجربه جدا سلبيه. يعني بس فهمني شنو التراضي والتوافق على تسميه الوزراء؟ شلون فسر لي الايه؟ ما دا افهمها. هذه الكابينه راح تروح لمجلس النواب، انا شلون اقدر اصوت على وزير ما اعرفه او علي ملاحظات جوهريه لانه طرف معين راضي بي؟ يعني لازم انت ترضى علي، المشكله نفس المشكله، لازم انت ترضى علي حتى ما ارضى. احنا اتفقنا على مبدا، اتفقنا على استاذ العزيز. نعم. احنا ما نتحدث مع ملائكه، خلينا نكون واضحين، لا نتصور ولا احنا يعني اشرار الى هذا المستوى. احنا نريد الامور تمشي، الواقع صعب ومرير جدا. الحكومه الحاليه هي حكومه مشلوله مكسوره الاجنحه، مو جناح واحد. انتم تعقدون المشهد على المرشحين، حكومة تصريف امور يوميه. النتائج الان يا استاذ حسين، الدلائل بالوقائع وبالوثائق، القوى السياسيه هي التي تعقد المشهد على اي مكلف. لازم تجيب لنا اياه ولازم نشوفه ولازم نفحصه ولازم نوافق عليه. لا لا، وبعدين لما تفشل الحكومه، لا لا بس اكمل لك، لما تفشل الحكومه كل هذه القوى السياسيه الان التي تتحدث لم تتحمل مسؤولية، وبدليل القوى السياسية لم تتحمل فشل السيد عبد المهدي، وهي التي رشحت السيد عبد المهدي وتوافقت وتحاصصت واختارت الوزارات. كيف تقنعني أنتم تتحملون المسؤولية؟ وليش ما تحملتم مسؤولية فشل هذه الحكومة؟ نعم أستاذ حسين. يعني بالنسبة لنا احنا طرف خارج المعادلة تماما، يعني معادلة حكومة السيد عادل عبد المهدي على الإطلاق. يعني مواقفنا واضحة وبياناتي واضحة، ومن هذا المنبر ذكرتها قبل سنة وأربعة أشهر أو خمسة، فما أحتاج أكرر بهذه المسألة. هسا يعني أنا أسأل من خلالك، هسا أنا هسا أنت ما مشمول، أنت ما مشمول، هسا أنت ما مشمول. لا لا، لكن أسألك السؤال بصيغة أخرى، هل القوى السياسية الحالية هي التي تتحمل المسؤولية؟ هل تعتقد أن هاي القوى شجاعة بحيث تجلد نفسها عندما تفشل الحكومة التي تختارها، لو بعدين هي تنقلب وتصير ضد الحكومة؟ الشيء المهم، وأنت إنسان مثقف وواعي أستاذ، ينبغي أن نحدد المسؤولية. تحديد المسؤولية من المبادئ الأساسية في العمل السياسي، من المبادئ الأساسية في العمل الدستوري. المسؤولية مناطة بالكتل السياسية في النظام البرلماني. النظام البرلماني الحكم فيه بيد الكتل النيابية. في أي دولة نظامها برلماني؟ في أوروبا، في بريطانيا، في اسكتلندا، في ألمانيا، في كل الدول اللي أنظمتها. لا لا، مو هيجي، لا دقيقة دقيقة، ماكو الفكر، ماكو هيجي ببريطانيا وبألمانيا وبالأنظمة البرلمانية واحد يروح يحكم والبقية تروح معارضة. ماكو انت بالحكومة وبالقضاء وبالبرلمان وبمجلس الوزراء، هذه دكتاتورية مقنعة يا أستاذ حسين. العالم ما يتعامل بهذا. لا 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 لا، ماكو لا، خلنا جاوبك، لا خلنا جاوبك، لا لا عزيزي، لا لا لا. الانتخابات مثلا في بريطانيا جاي تفرز ثلاثة أحزاب في بريطانيا، لكنه الأمر مختلف مثلا في ألمانيا توجد ستة أو سبعة أحزاب. إذن وانتم بيكم البركة، انتم 3000 حزب بين عدد من الأحزاب، انتم 3000 حزب، اسمح لي، و 3000 حزب يريد مناصب ويريد مواقع. حبيبي اي حبيبي، شو يصير رئيس الوزراء؟ انا وياك لو تخليني اكمل، يعني لو تخليني اكمل فكرتي، لا تظل انت تسولف بكيفك. يعني وحده انا اريد بالمباشر استاذ حسين حتى نستفاد من الوقت. انا بالمباشر هي شنو؟ هذا احنا امام مشهد سياسي معقد، معقد وبين انقسام واضح. هل اكو في المانيا او في بريطانيا واقع مثل واقع اقليم كردستان عندنا؟ هل نحن في دول الاخرى حصل ما حصل لدينا طوال 10 سنوات من 2004 الى 2017؟ ارهاب استنفذ وبدد مقدرات الدولة وحرب طاحنة. هل في الدول الاخرى انقسام سياسي حاد بالشكل اللي موجود عندنا؟ طبعا انا افهم هاي وهذه، يعني لا تصورني انه انا غير مدرك او غير ملتزم. لا لا، حشاك على تمام المعرفة، انت مدرك. عندنا مشاكل معقده،
انا اعرف انت تدرك لكن اي عندنا مشاكل معقده بسؤال. احنا لو كان عندنا حزبين فايزين بسؤال حزبين فايزين كان انتهت المشكله، هم يحكمون وانتهت المشكله بسؤال. لكنه الشيء الاساسي علينا ان نحدد المسؤوليه. هذه القوى السياسيه اذا تقول احنا راح نتحمل مسؤوليه ونحكم ونشكل مجلس الوزراء بالتوافق والتراضي مع سيد رئيس الوزراء نورا على نور، خلنا ننقلهم، خلنا ننتقل اخوان الى المرحله الثانيه الا وهي مرحله المنهاج الحكومي. هذه هي القضيه المهمه. زين استاذ حسين. اما انا تبقى الامور عائمه، الامور عائمه غير سليم على الاطلاق وراح يكون الواقع ماشي. غير منتج ماشي. نتمنى ونرجو ونسعى أن ونضغط باتجاه أن تشكل كابينة حكومية أمينة وأياديها بيضاء وكفوة حتى تستطيع تواجه هذا المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني المعقد في الواقع العراقي. احنا قضينا لنا 17 سنة مع هاي القوى السياسية، عندنا أمنيات وندعاء الله، لكن أنا أريد أسألك ما معنى أنه قوى سياسية تجتمع مع رئيس الوزراء وتحدد الوزارات التي تريدها؟ أنا هاي ما أفهمها، ويرحون على الوزارات أم الخبزة. أنت تقنعني أنه هذا جاي يريد يأخذ وزارات يخدم لو يدور الوزارات أم الخبزة؟ شنو قوة وحزب يحدد الوزارة؟ واحد يقول لك لي التجارة ولي التخطيط ولي النقل، ذاك يقول لك لي الخارجية ولي النفط. أكو بالعالم هيجي لو بس إحنا الله غاضب علينا؟ لا طبعا احنا الوضع مالتنا صراحة مرير وصعب، انا ما اقول لك لا، بس ترى اقول انه احنا يعني ما نيل المطالب بالتمني، احنا ما نتمنى، نحن نضغط وندفع باتجاه ونحاول انه نوجد فد رأي عام ضاغط باتجاه انه ان تشكل هذه الكابينة بالصيغة اللي بها حد ادنى مثلا من المقبولية، بها حد ادنى من روح المسؤولية، نحدد المسؤولية حتى باكر عقبا نقول يابا هذا المسؤول هذا الشخص، بس هؤلاء أو هذه الكابينة علينا أن نجعل تقف خلفها قوة سياسية. النظام السياسي في العراق هو نظام مترابط، المسؤولية موزعة بين الحكومة وبين مجلس النواب، إذا خلقنا من أول خطوة مشكلة راح يتعقد المشهد أكثر. أستاذ العزيز الوضع في العراق وضع حساس جداً، حساس جدا، المشاكل بدأت تظهر خصوصا في مقدرات الشعب العراقي في قضايا تخص المال العام والموازنة العامة، حجم الفساد وتركة الفساد المهولة اللي موجودة في الحكم في العراق علينا أن نتجاوزها ونضع لها حدا. ما ممكن شلون ما ممكن أنت بهذا الكلام أن نسكت أنت شلون على يا أستاذ على ما هي عليه يا أستاذ حسين انت شلون المشكله؟ لا بس خلنا نكمل هذه الفكره. تبقى المشكله نعم تبقى المشكله الاساسيه الا وهي انه تقول لي الثقه الان، نحن ليس لدينا ثقه بالقوى السياسيه. انا اتفهم هذه المساله، لذلك اقول احنا في بدايه شهر تشرين في بدايه شهر العاشر كان موقفنا يدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكره، لذلك نقول يجب ان تكون هذه الحكومه هي حكومه مؤقته انتقاليه. زين هسه انت جبتها بالاخير ذكرت في قضيه الهدوء والسكينه ماشي. وتجري انتخابات مبكره. خوش 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 انت جبتها. السيد عادل عبد المهدي المقال في 2/3/2020 وجه رسالة لكم أنتم يا مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية للمجلس يطلب فيها حسم قانون الانتخابات والأقضية والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 4/12/2020. ما عقدتوا الجلسة وما تفاعلتوا مع الموضوع، كان انتهينا. لا هذا اسمح لي، أولاً معناته استمرار نفس الحكومة، معناته استمرار نفس الحكومة القائمة حالياً أولاً، ولم يطرحها بشكل جازم، يعني طرحها كفكرة. إحنا أمام حكومة مستقيلة، حكومة تصريف أعمال، وعندنا مشاكل حقيقية بالبلد، وليس هنالك غطاء قانونيا او دستوريا لحكومة تصريف الأعمال. أنا تريدني أبقيها من شهر 12؟ هذه أم الكوارث، هذه أم الكوارث.
لذلك احنا كنا ندين عملية التسويف والمماطلة التي استمرت طوال 5 أشهر من استقالة حكومة السيد والله يا أخوي كلكم إلى اليوم خمسة أشهر من غير المقبول أن نبقي على حكومة السيد عادل عبد المهدي. إذن علينا أن نسرع بتشكيل هذه الحكومة وتكون حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة ونجعلها نضغط باتجاه أن تكون حكومة كفوءة حكومة وطنية حتى تمشي الأمور وتتخذ قرارات استراتيجية في مواجهة هذه المشاكل الضاغطة يوميا علينا والضاغطة بالدرجة الأساس على المواطن الفقير. تعرف أستاذ العزيز نسب الفقر المهولة الكارثية اللي موجودة في الوسط والجنوب بالإحصائيات الدولية وبإحصائيات وزارة التخطيط معدل الفقر في المحافظات الوسطى والجنوبية 40%. 40% هذه كارثة والحكومة الحالية عاجزة عن معالجة هذه المشكلة. أنه راح تزداد مشكلة تعقيد مع هبوط أسعار النفط وهبوط حصة العراق. علينا أن نتجه بحكومة كاملة الصلاحيات ونغض النظر عن كثير من الخلافات والنزاع. هسه أنتوا الآن هذا الفقر والجوع والبطالة والموت والحرمان والأزمات والمشاكل غير انتو القوى السياسية اللي دمرتوا بيها البلد. ليش هو المواطن وصل الحال لهذا المستوى؟ لو القوى السياسية. واليوم انت تتأمل من هذه القوى السياسية اللي 40% من البلد تعبان وواقع انه تسوي حكومة وتدعم حكومة ولديها منهج وطني. اقنعني بس بهاي الجزئية قبل ان اختم، بس اقنعني. أولا ما جرى في 15 سنة الماضية يتحمل مسؤوليته القوى الرئيسية الكبرى اللي بيدها السلطة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، إذا هذه القوى السياسية الآن نرميها بالبحر لو هي موجودة وجت بانتخابات عام 2018. لا أجدت بتزوير. هذا المنطق أجدت بتزوير. هذا المنطق غير سليم. هذا إذن شنو الحل؟ انطيني حل. يعني أقول لك ما ممكن أبقى أنا ساكت والله هذول كلهم الآن فاسدين وغير صالحين وغير. أنت الآن إذن علينا أنت تقول لي الآن بتهكم نرضي نرميها بالبحر الناس ولا نجعل الناس يائسة ومحبطة. عندنا كم هائل من المشاكل، علينا أن نجاهد ونضغط ونناضل باتجاه أن نقوم المسيرة ونقلل حجم الخطر الكارثي المحدق بالشعب العراقي. شلون نقلله؟ نشكل حكومة مو كاملة المواصفات بنسبة 100% بها مستوى من المقبولية عالية جدا، ونذهب بعد ذلك إلى انتخابات مبكرة. لا يمكن أن نبقى أو نبقى فقط نعلق على المشهد. التعليق سهل جدا وممكن الإنسان أن يطلق للسانه العنان ويتكلم بما يشاء، لكنه اليوم احنا امام واقع. لا 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 واقع بهذا التوصيف. لا لا هذا الواقع لا لا هو موجود قائم وشركة ضخمة. شلون نحل؟ شلون نعالج القضايا الآن بهذا الوضع؟ الفقير بالشارع قاعد، لازم نلقى له حل. لا يمكن لنا ان نسكت ونبقى على ان تجدوا حل. هذا ليس حلا للمشاكل ايا كانت طبيعة هذه التعليق. هذه الطبيعة سواء كانت سلبية او ايجابية، المواطن العراقي الوضع ضاغط عليه بالدرجة الأولى. ينبغي أن نذهب إلى حكومة فيها قدر من الكفاءة، فيها قدر معقول من النزاهة، ونمضي إلى انتخابات مبكرة ونعيد السلطة إلى صاحب السلطة ومصدرها الأساسي يقول كلمته الجديدة في خياراته. تسمعني الآن. أولا القضية، أنا لما نعم اسمع تقول أن يطلق العنان للسانه، نحن لا نوجه تهم جزافا. أنت الآن كنت توصف حال الشعب العراقي، وعندما أقول لك القوى السياسية تقول لي شو نسوي؟ نذبها بالبحر؟ لا، معقولة 40% من الشعب العراقي القوى السياسية ذبتها بالبحر وما حد تأسف عليه، وراح نذب 40% البقية؟ لأنه كل مرة القوى السياسية تجرب حكومات بدون إدراك وبدون وعي وفقط لحسابات مصالح. أستاذ حسين، هل يصير هذا؟ شعب كله نذب البحر ويجدد. أنا واضحة أدي المعادلة فاهم هذا، بس أقول شنو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل كالآتي: نشكل حكومة مقبولة، حكومة كفوءة، حكومة نزيهة. علينا أن نضغط بهذا الاتجاه
لانه شلون بقي الوضع على ما هو عليه. خلاص اول خطوه هو خطوه تشكيل حكومه. أنا أشكرك. حتى الناس ترى الضوء في نهايه النفق. ان شاء الله نهيئ لها برنامج وجدول اعمال يعتمد بالدرجه الاساس المعاناه اليوميه للمواطن العراقي. خلاص ايراداتنا النفطيه انخفضت بنسبه 3/4 او نصف. النقطة الثالثة استمرار رقابتنا على عمل هذه الحكومة في الأشهر القادمة. هذا ما ينبغي أن نفعله حتى نجد أو نصف حل أو ربع حل لهذه المشاكل والتركة المعقدة الموجودة في المشهد السياسي العراقي. السيد النائب حسين العقابي عن كتلة النهج الوطني، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، أخذ فاصل وأرجع مع الدكتور أحمد الشريفي. الشعب ضحى بدمه وانطى ولده وانطى اخوته على موت هذا الوطن. كلهم ولاده حتى دول الجيش. رحموا وطنكم. أهلا بكم من جديد مشاهدي قناة التغيير. أذهب وأعود مرة أخرى إلى بغداد وأرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور. كان من المفروض أن تعلن كابينة السيد الكاظمي قبل أيام من هذا التوقيت. الأخبار تقول أنه المفاوضات ما زالت جارية حتى هذه اللحظة. هل هنالك ما يقلق أن التقاطعات والخلافات قد عادت من جديد؟ وما الذي تتفاوض عليه الكتل السياسية حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن حكومة الكاظم، احنا نتحدث عن حكومة أزمة، وبالحقيقة الأزمة يفترض أن تقرأ من لدن صناع القرار السياسي بأبعادها الثلاث. يعني الآن الحديث الذي يجري أن هناك رغبة للمنتظم السياسي في العودة إلى دائرة المحاصصة، والعودة الإصرار على العودة إلى دائرة المحاصصة هي بحد ذاتها استفزاز لأصل الأزمة التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي. ويقرأ المنتظم السياسي الأزمة ببعد واحد، في حين الأزمة مركبة بأبعاد ثلاث: التوازنات المحلية، الإقليمية والدولية. الآن ما يجري عليه سياق التعامل مع شخص المكلف ينطلق من منطلق المحاصصة والتسويات والصفقات السياسية دون الالتفات إلى الاستحقاق في الأزمة الحالية. فاليوم حتى وإن حصل المستحيل واستطاع السيد الكاظمي أن يشكل الحكومة، فلن ترتقي إلى مستوى إقناع الرأي العام، لأنه هي القضية هي ليست قضية أزمة بين رئيس مجلس الوزراء والمنتظم السياسي، لأنه عادل عبد المهدي جاء عبر التوافق، وذات التوافق اللي جاء بالكاظمي. الأزمة بين الرأي العام العراقي الذي هو يعد بموجب النظم الديمقراطية مصدر السلطة، وبين المنتظم السياسي. هل هذه الحكومة التي ممكن أن تتشكل عبر المحاصصة وعبر الصفقات والتسويات وهذه التسريبات التي تصل إلى الرأي العام سترتقي أو ترفع من منسوب القناعة لدى الرأي العام العراقي حتى يقتنع أنه إرادته السياسية
وإدارة الأزمة ستكون بأيدي أمينة حتى نستطيع أن نحقق الأبعاد الثلاث في إدارة الأزمة في بعدها المحلي والإقليمي والدولي، والتوازنات خطرة جدا. الوباء واستحقاقات ما بعد الوباء، استحقاقات ما بعد الوباء أخطر بكثير. هل يا ترى أخذت بنظر الاعتبار هذه الاستحقاقات بهذه في البرنامج الحكومي للمكلف؟ دكتور أحمد، يعني هل هذا يعني ما تقوله أنت يدعوني إلى القول إلى أو إلى التساؤل أن هذه القوى السياسية بموجب إصرارها على المحاصصة وإنتاج حكومة كالحكومات الفاشلة السابقة، بمعنى أنها تريد أن تبقي على الأزمة والأزمات مستمرة حتى تستطيع أن تعيش فترة أطول؟ يراودني هيش تفكير، شو تقول؟ أحسن تتفق معك بهذا الرأي. أولا للإبقاء على الامتيازات والاستحقاقات، الأخطر نعم أن هناك رغبة لإسكات القضاء، وتعرف القضاء في النظام الديمقراطية مقدس، لأنه لا سلطة تشريعية بدون قرار قضائي، ولا سلطة تنفيذية بدون قرار قضائي، واستقلالية القضاء في النظام الديمقراطية يرتقي إلى مستوى تقديس الدور، لأنه هو يرتبط بأصل الدولة وليس بأصل النظام، على اعتبار النظام أو الحكومة هي تخضع إلى نعم. مبدأ التداول السلمي للسلطة متغير أي. أما الدولة فثابت، الثابت هو القضاء. احنا الآن اللي دي يصير عندنا قضية أنه المنتظم السياسي ما عاد يصلح لإدارة الأزمة، لذلك في تقديري أنه حتى وإن ناوروا في مسألة السيد الكاظمي، وبالمناسبة الخلاف واضح ومدرك من قبل الرأي العام العراقي، أنه عدم الرغبة في تمرير حكومة الزرفي خشية من أن الزرفي فيه سمتين أو صفتين في سلوكه، الجرأة وقدرة الاقتحام، وممكن أن يفتح الملفات، ملفات الفساد والإرهاب، وبالتالي تم تحييده، والمجيء بشخصية توصف أنها أكثر هدوءا. ماكو شيء اسمه هدوء أمام الاستحقاقات الوطنية، أكو ملف فساد وأكو ملف إرهاب، يجب أن يفتح بمنتهى الشفافية حتى يدرك الرأي العام العراقي من الذي تلاعب بمصيره وبموارده. فالآن الذي يجري أنه يجب أن نبقى في هذه الدائرة وفي هذه الدوامة والحلقة، هناك رفض جماهيري، وعليهم أن يلتفتون إلى حقيقة أنه إحنا لازلنا تحت طائلة الوصاية الدولية، ونراوح بين الفصل السادس والفصل السابع. حتى إذا قلنا أنه إحنا تحت طائلة الفصل السادس، فالفصل السادس بموجب ميثاق الأمم المتحدة يضعنا تحت الوصاية، نعم. وعندما نوضع تحت الوصاية معنى ذلك أنه إحنا لازلنا لا نمتلك النضج والأهلية لقيادة الدولة، وخير دليل ما حصل في حكومة عادل عبد المهدي، الانهيار الذي حصل ثلاث حكومات الآن بدائل، والبدائل تفشل، وفي تقدير أنه الكاظمي لن يوفق. أي حكومة تأتي عبر هذا البرلمان لن تستطيع أن تنفذ البرنامج البرنامج المطروح من قبل الرأي العام العراقي، لأنه الاستحقاقات كما يلي: أنه المرحلة القادمة إذا حصلت انتخابات مبكرة، لنفترض الانتخابات المبكرة تعني إرخاء قبضة هذه الأحزاب عن التداول السلمي للسلطة والمجيء ببدائل، هم لا يرغبون بإيجاد البديل، يرون أن البديل يجب أن يمر عبر بوابتهم. ولذلك يا أستاذ أحمد هنا أرد استفاد من خبرتك، ولذلك هم الآن قانون الانتخابات الذي كتبوا عليه إشكاليات بالدوائر المتعددة، وهذا هو الذي يجعل أن قبضة القوى السياسية هي المسيطرة في هذه الدوائر الانتخابية المتعددة، ولذلك يجب أن يعاد النظر بقانون الانتخابات. نعم، مو فقط قانون الانتخابات، شوف احنا عندنا العقبات كما يلي: المفوضية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب. قانون الأحزاب فيه أخطاء كبيرة جدا، بالقياس مصطلح الأحزاب في النظم الديمقراطية لا يمكن أن نسقط المصطلح والنظرية على ما يجري من تطبيق في مفهوم الأحزاب في العراق. ما عندنا أحزاب، شنو الأحزاب برنامجها، وين تشكيلاتها، وين قواعدها الجماهيرية، وين الأيديولوجيات مالتها، شنو برامجها الحكومية، شنو برامجها الحزبية، ماكو. كل هالقضايا ارتجال من قبل سعيد الكتلة ورئيس الكتلة، وتتبدل المواقف خلال 24 ساعة. انت ذني شو تسوي بيهن؟ يعني حزب صار له 17 سنة،
حتى نرسم استراتيجية بلد. هو ما جاي يرسم استراتيجية، أنت ما جاي يشوفه. هو 17 سنة أكو قاسم مشترك بين هاي القوى السياسية، تتوافق حتى تبوك. هو جاي يكتب لك استراتيجية على قوات هذا داخلين على بختك. هو ما جاي بهاي المهمة. هو رجال يقول لك أنا موجود. البسي ما أبوك. متصالحين. أي. متصالحين. متصالحين. ولذلك أنا أريد. متصالحين على حقيقة واحدة. أريد أذهب إلى قضية. رسالة السيد عادل عبد المهدي البارحة شلون تقرأها؟ هل أنه السيد عادل عبد المهدي وجه هذه الرسالة عندما استشعر أو لديه يقين أن حكومة السيد الكاظمي تمر بمنعطف، خصوصا إذا ما نظرنا أن السيد عادل عبد المهدي قد وجه رسالة شبيهة بالتي وجهها هذه المرة عندما تلكأت حكومة علاوي؟ أكو ربط بالموضوع؟ نعم، بالحقيقة ربط واضح. وبالمناسبة أنا لست بعيد عن التجربة مع هذا المنتظم السياسي. تمام. شوف، أنا قبل جواد البولاني عرضت علي وزارة الداخلية، العرض كان كما يلي: الامتيازات إليك كوزير تتمتع بها، الوزارة إنه منو أنتو حتى أنا أدير وزارة أوقع وأتخذ قرارات وعلى أكتافي تصير دماء، قد تسقط دماء، وبعدين أنا أصبحاني في وجه المساءلة والمسؤولية. أي. اللي قبل بالمسؤولية في هذه المرحلة عليه أن يدرك استحقاقاتها. أكو توقيع وأكو حكومة يطلق عليها بحكومة المالكي وحكومة عبد المهدي. المسائل هو حكومة عبد المهدي، الشخص عبد المهدي سيسائل قانونيا، أما من انتفع وتمتع بالامتيازات و يعني وظف الدولة لصالح أتباعه ومريديه، هذا بالحقيقة سيكون بمنأى عن القانون، لأنه ولا وقع ولا اتخذ قرارات. فهذه المشكلة، خليني بهاي المعلومة المهمة، هذه الشخصية يخلوها في تفضل اللي أنت حكيتها، قالوا لك تصير وزير الداخلية إلك امتيازات الوزير ومنافع الوزارة، إنه هذا الكلام قيل لك أنت وحدك، لو كل الوزراء في حكومة المالكي في وقتها كان يقال لهم من قبل كتلهم أنت لك امتيازات وفلوس الوزارة إنه هيجي؟ لا بالحقيقة، نعم بالحقيقة أنا شوية كانوا ربما ملطفين، لأنه كانوا يتوقعون مني ما راح أقبل بهذا الأمر، فلطفوا العرض. ما بعدي صارت العروض إملاءات، وقع ومدير مكتب يصل إلى مرحلة إنه الوزير يحمل صفة أو لقب دكتور، ما يقول له دكتور، يقول له باسمه قوم أقعد للوزير. هل درجة يتحكمون بيهم؟ إحنا مشكلتنا وين؟ نعم إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا إنه القوى التي جاءت من فراغ، يعني هم ليسوا قادة رأي ولا يمتلكون تأريخ في المواقف أو في التضحية وما إلى ذلك، جاءوا فوجئوا إنه أنت تصير وزير لكن بضمن شروطنا. فهو يشعر انه هو كان من فراغ وجدت فرصه من يصير وزير وموكب وامتيازات وسيارات، فخلي خلص اصير وزير. والبعض منهم حتى مشمول باجتثاث البعث، ساوموا انه نلغي عنك الاجتثاث ونرسم لك تاريخ، نصطنع لك تاريخ انه انت كنت مضحي في زمن صدام وكنت انت معارض وما لا، يرسموا له تاريخ ويزوقوا ويدفعوا للرأي العام. بس هو ما يدري يصير كبش فداء، يوصل إلى مرحلة الرأي العام يصير ناقم على هاي الشخصية، يطلعون نفسهم اللي صنعوه، طلع فاسد وطلع سيء وشو نسوي، كنا نحسن الظل بيه وطلع مو أهل إحسان، يطلعوه يجيبون آخر. وأيضا يوصل إلى مرحلة التسقيط، هم ينتفعون منه وهو يسقط جماهيرين ويطلع. ليش تقبلون بهذا الدور؟ يعني لا تلعب دور على مسرح الأحداث في الظاهرة السياسية تطلع بي أنت لا سمح الله يكون. ما زال هذا المشهد موجودا، وبالتالي تتحمل مسؤوليات الآخرين. تعرف شنو الدماء، تعرف شنو اللي احنا مرينا به في فترة 2006 و2007، شلون الشباب كانت بعمر الزهور نجي نلتقطهم من الشارع، ما نعرف هوياتهم، ما نعرف هذا بالوطن شنو هويته، كل ذنبه أنه هويته عراقي. تجي تلقيه مع الفجر تلقيهم جثث ملقات بالطرقات، أيام الجثث المجهولة الهوية. تعرف هذا إيش قد أعباءها وإيش قد تبعاتها؟ لو ملك الدنيا كله ما تغنيك عن ولا تحقق لك راحة الضمير.
فليش نقبل بهاي الأدوار؟ أكو منتظم سياسي غير صالح لقيادة بلد، غير أمين، وإحنا عندنا نظرية في عقائدنا. أحد الأئمة سئل عن خيانة شخص لقب بالأمين، قال ما خان الأمين ولكنك ائتمنت الخائن. إحنا لا نضع إرادتنا السياسية ونضع مصير بلدنا بأيدي مرتجلي القرارات والعابثين بموارد الدولة سواء كانت البشرية والمادية حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه. الآن يقولون أكو أزمة مركبة، من الذي صنع الأزمة المركبة؟ صنعها السفه السياسي، وإلا لو كانت عندنا حكمة سياسية ما نقع بهذه المطبات. مناطقنا دمرت، مدننا دمرت، والآن إحنا مثقلين بديون. ليش؟ لأنه القرار غير واعي. لو كان القرار واعي دول خرجت من الأزمات، من الربيع العربي وغير الربيع العربي والتغييرات سالمة. شوف سلطنة عمان صار بها تداول سلمي. يعني هنا السياق والثوابت. هنا ما كنت قبل قليل تقول نعم به أنه هذه الحكومات ستواجه قدرها أو يجب أن تواجه. يعني البارحة أكو شيء قال برسالة السيد عبد المهدي، بصراحة أنا توقفت عنده وأريد أسألك. يقول إن حكومتي لم تحظى بتوافق وطني أو أغلبية داعمة، هذا كان في النظريات، أما في الواقع العملي لم يحصل هذا. هل هذا هروب؟ هل هذا تنصل؟ أم هذه هي الحقيقة التي مر بها عبد المهدي وقبل لأنه يريد يصير رئيس وزراء؟ أنا أعتقد يعني مع شديد احترامي واعتزازي به نعم. أنه في بعض الأحيان الرغبة في تسنم المنصب يضع أفق النظر محدود، أنه خلي أصير رئيس وزراء أو قد أصلح، من يتوقع يصلح في ظل برلمان مثل البرلمان الحالي؟ الآن أنا على يقين، أنا أتحدث لك كواليس ما يجري إملاءات، وأنه نريد الوزارة. طبعا أنا مجرد أن يقعد قبالي ويقول أريد الوزارة، معنى ذلك أريد يأخذ أموالها وأريد يستثمر مواردها البشرية الصالحة، صالح حزب مو صالح دولة. وطبعا هذه راح تأثرنا وين؟ على استحقاق الانتخابات القادمة. لأن إحنا مو نقول أكو انتخابات مبكرة، إذا رجعوا نفس المنتظم السياسي أملوا إملاءاتهم على الكاظمي، فمعنى ذلك أنه هيمنوا على موارد الدولة المادية والبشرية، وراح تجي الانتخابات المبكرة راح يمارسون نفس النشاط السابق في هيمنتهم وسيطرتهم على الانتخابات، وأيضا يدخلون في دوامة الانتخابات. وقبلها طبعا تعصف بينا لو مفخخات لو داعش لو يبتكرون ابتكارات ويخلون الشعب في دوامة يريد فقط تنتهي الانتخابات حتى يتنفس. يعني هذا يقبلون النتائج على علاتها، او نبقى احنا بنزاع ويا الاراده الدوليه، او نزاع ويا المحيط الاقليمي، او نزاع مع الذات. احنا مشكلتنا عندنا ازمه ضمير، وعندنا ازمه انتماء وازمه شرف. تعرف احنا كم وثيقه شرف موقع المنتظم السياسي؟ 386 وثيقه شرف. هو يا شرف 386 وثيقه شرف، بمعنى اكو ازمه شرف دكتور. يا شرف هو بيا شرف يحلف؟ يا شرف هو اللي يبوق لشعب عنده شرف؟ هم حلفوا بالقران، هو امام الناس. يا وثائق شرف هاي اللي انت تعنيها؟ هاي مثل ما قلت ازمه شرف وازمه اخلاق. ولذلك انا اسالك وانت قريب من الكواليس، ايدك تحكي لي الكواليس الولد شلون وزعوا الوزارات؟ نفس الاسلوب، نفس تراتبية الاحداث. شوف احنا عندنا كان سياق بالطيران من ندرب به، نجي للمتدرب نقول له هذه الحالة، هذه SOP اللي هي Standard Operation Procedure، هاي السياقات المعمول بيها. فهو يفهم المتدرب انه ذات السياقات المتعارف عليها. هم الآن دي يجيبون ذات السياقات اللي الإملاءات اللي كانت على حكومة المالك صعودا أو أول حكومة تشكلت وإلى الآن، أنه محاصصة، وبالمحاصصة إحنا الوزارة، إحنا نتحكم بالوزارة، أنت ما من حقك أن تتحدث. إحنا حتى عندنا خلل دستوري، رئيس مجلس الوزراء هو وزير أزفة ببقية الوزراء، والوزارات مستقلة. إذا تريد تحاسب وزارة لازم تستدعي الوزير أمام البرلمان مباشرة، وبالبرلمان ما يستدعى لأنه عنده كتلة، والكتلة تساوم بقية الكتل، ويصبح البرلمان الذي هو سلطة رقابية يصبح هو سلطة للتغطية على الفساد وعلى الإرهاب، وإحنا لاحظنا.
يوم دخل داعش ما كانوا هم موجودين بالميدان، ما شافوا شنو اللي صار، صراخ النساء اللي صار عندنا من الأيزيديات إلى سجل بادوش إلى إبادة جماعية وقتل وجثث بالشوارع، وفقط الحشد 12,000 شهيد. وهسه يطلعون الجماعة، هسه يطلعون أكو ناس تطلع انتخابي، هسه أكو ناس تطلع تحكي فضلها على المناطق وعمليات التحرير، هو ما كان يدري وين وصلت الأمور، ولذلك أكو لغة خداع للناس في المناطق المحررة لسياسيين يدعون بدور في تحرير هذه المناطق، وبالتالي يردون يرقصون على جراحات الناس ويكسبون دعايات انتخابية من جديد، بينما اللي سخن بيها والتلطم بيها ولد المرحل اللي قاتلوا، ويجي سياسي النهار كله ريحته وقاطه ورباطه يقول لك أنا اللي حررت. تعرف ماجد التميمي، خلنا نستذكر شهدائنا الله يرحمه، أول اللواء طيار والطائرة قديمة، أي الطلعة اللي إجا بيها بعد أن جاب الأيزيديات، قال بيتشه، قال من دا أريد أقلع، جو ركضوا على الطائرة ورادوا يتشلبون بالطائرة، فراح أروح هالمرة أحاول أجيب بيها عدد أكبر، يعني أوفر ليميتيشن، خارج الحدود قدرة الطائرة، وإذا أموت خلوا لي، يعني هاي نص كلامه الله يرحمه. الله يرحمه. بالفعل من راح صار عليه حمل على الطائرة وضرب وقعت الطائرة واستشهد بيها. احنا نحتاج بالحقيقة الى هيك نموذج، من يشوف الوطني انه يتألم يعيش مظلوميته الى درجة ان يطرح نفسه كشهيد. عندنا هيك نفوذ. هاي الزلم اللي تتذكرها من ذكران الذات في إدارة الأزمة بالدولة. لا، هاي الزلم اللي تتذكرها أصحاب البيارق وأصحاب المنتج، مو الزلم اللي تجي تحصد النتائج بدم العالم وتسولف معلق. نحن الذين نمثل هذه المناطق وذاك الذي لا يمثل. هذا تدري هذا الخطاب يجب أن يتم التصحيح. ما كل مناطق هذه يمثلوها أهلها، احنا عندنا عشيرة واحدة أستاذ نجم، عشيرة واحدة بالأنبار، أنا من كربلاء بس أحكي كلمة الحق من منطلق وطني، عشيرة واحدة نطت 1773 شهيد. البونمر مو شيردون. البونمر يوم اللي طلع جنرال أمريكي قال، نعم جنرال أمريكي قال ما يمتلكون إرادة قتال، قلت له مو ما يمتلكون إرادة قتال، يمتلكون نعم. إرادة قتال، ولكن خذلوا من حكوماتهم ومن مؤسساتهم نعم. لأنه الفلاح اللي قاعد بحقله يعرف أنه أكو عنده جيش وأكو عنده شرطة حاميته، ما يحتاج أن يشيل بندقية، هو فلاح وعنده معول بحق الزراعة، لكنه فوجئوا بانهيار ودخول داعش اللي هو أبعد ما يكون عن ثقافتنا كعراقيين عموما، فضلا عن أن تكون المناطق التي عبث بها داعش. اللعبة كبيرة جدا، نحتاج بالحقيقة لعقول واعية، ونحتاج إلى ضمائر حية، ونحتاج إلى إرادات قوية. المرجعية تنادي تقول نريد شخصية قوية جريئة حتى تقتحم. في سؤال أخير، وتسقط هيمنة الأحزاب السياسية. احنا كنا نأمل من رئيس الجمهورية، بالحقيقة كنا نأمل من سيد رئيس الجمهورية أن يستخدم حقه في حل البرلمان والذهاب باتجاه حكومة طوارئ حتى نعيد السلطة إلى الرأي العام العراقي، حتى لا تتحكم الأحزاب. يا الرجال إذا جت حكومة الرجال رئيس الجمهورية، خلي نغسل يدينا من الانتخابات المبكرة. قاموا يدزون له طيارات مسيرة فوق القصر. أنا ما شايف ميليشيات داخل دولة تهدد رئيس الجمهورية وتطير عليه طيارات وتصدر بيانات إننا سنحرق. عندنا اشتباك. عندنا اشتباك بين الأحزاب وبين المؤسسات. الأحزاب وأجنحتها العسكرية أقوى بكثير من المؤسسة، بل نعم. المؤسسة مروضة وداجنة لهذا الحزب أو ذاك. كنا نأمل في حكومة الحكومة التي هي حكومة انتقالية أو حكومة الحكومة التي ستمهد الانتخابات مبكرة، أن على أقل تقدير تحدث فض نزاع بين المؤسسة وبين الأحزاب. أستاذ أحمد أنا آسف وقتي خلاص، تكون حرة في فترة استحقاقات الانتخابات المبكرة. أنا وقتي خلاص. الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشرفي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدي التغيير، ألتقيكم مجددا وسالفة عراقية جديدة، تقبلوا تحياتي.